الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه الجامعة العريقة، جامعة شقراء، ممثلة في معالي مديرها الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وجميع منسوبيها، أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، في محاضرة مهمة بعنوان خصوصيات المملكة العربية السعودية. وخير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الطالب باسل الشبيب من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نستمع إلى كلمة ترحيبية من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، صاحب السعادة محافظ محافظة شقراء الأستاذ عادل بن عبد الله البواردي، أصحاب السعادة ضيوف حفلنا الكرام، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، طلابي وطالباتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اختصت بلادنا المملكة العربية السعودية بخصوصيات من أعظمها تطبيق الشريعة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين وريادة العالم الإسلامي وغيرها من الخصائص التي تتميز بها هذه البلاد ولله الحمد عن غيرها. ولا يخفى على أحد أن التعرف على هذه الخصوصيات واجب، والمحافظة عليها مسؤولية عظيمة على الجميع، ولا يجب أن نتغافلها أو نجهلها أو نفرط فيها. فيما اختصت به دولتنا المباركة، إنها تأكيد أن تكون الدولة الوحيدة في تاريخ الإسلام بعد العصور الراشدة التي قامت على مبدأ تصحيح المعتقدات وأعادت المعتقدات إلى ما كانت عليه في زمن السلف الصالح، ونبذ الخرافات والتخلص منها، وتعظيم النصوص الشرعية وفتاوي السلف الصالح، وأحياء تراثهم في العقيدة والفقه. ولست بصدد تعداد هذه الخصوصيات والحديث عنها في حضرة مقام ضيفنا الكريم، فنحن في شوق إلى محاضرته، مع تأكيدنا بأن المقصود من ذكر هذه الخصوصيات ليس للتفاخر بها، بل التذكير بمسؤوليتها تجاه المواطنين والمسؤولين والإعلاميين والقادة
حفاظنا عليها حفاظا على أصولنا التي كانت سبب وجودنا وانتصارا وتميز لنا، لذا فأنه يجب عدم التفريط فيها. يسرني أن أرحب في هذا اليوم باسمي واسم زملائي منسوب جامعة شقراء بعلم من أعلام هذه البلاد المباركة ورمزا من رموزها، وهو الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي. وقد تقلد معالي الشيخ عبد الله مناصب كثيرة خلال مسيرته العملية العطرة، ومنها مدير الجامعة الإمام ووزيرا للشؤون الإسلامية وأمينا لرابطة العالم الإسلامي وغيرها من المناصب والمواقع المهمة التي خدم فيها وطنه بإخلاص، مع كونه الآن عضو هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان الملكي. وهذا حقيقة فخر لجامعة شقراء أن يزورها علم من أعلام هذه البلاد. أكرر الترحيب بمعاليه ونشكره على تفضله بإجابة الدعوة وتجشمه عناء السفر ومشقة الحضور مع كثرة المسؤوليات والأعمال المناطة بمعاليه لإلقاء هذه المحاضرة القيمة التي تنظمها الجامعة ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، وهي بعنوان خصوصيات المملكة العربية السعودية. حفظ الله ولاة أمرنا وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار ووحدة وطننا، ورد عنا كيد الكائدين وحسد الحاقدين والمعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، تأتي أهمية هذه المحاضرة من حيث محتواها المتعلق ببيان ما امتازت به هذه البلاد المباركة من خصوصيات تميزت عن غيرها من البلدان، ومن جهة ملقيها فهو علم من أعلام هذه البلاد ورمز من رموزها. ضيفناه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، المولود سنة 1359 من الهجرة النبوية الشريفة، في مركز حرمة بمحافظة المجمعة. درس المرحلة الابتدائية وحصل على الابتدائية في عام 1374 من الهجرة النبوية الشريفة، ودرس المرحلتين المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي في المجمعة، وحصل على الثانوية في عام 1379 من الهجرة. درس المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام 1383 من الهجرة. نال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الرياض بتقدير ممتاز عام 1389 من الهجرة. وموضوع الرسالة أسباب اختلاف الفقهاء، وقد حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمرتبة الشرف الأولى عام 1393 من الهجرة، وموضوعها أصول مذهب الإمام أحمد مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات. هذا وقد حصل شيخنا الفاضل على العديد من الشهادات ومن شهادات الدكتوراه الفخرية في عدد من الجامعات الدولية، وتولى عدد من المناصب ومن أبرزها مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عام 1396 من الهجرة إلى عام 1414 من الهجرة، ثم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من عام 1414 إلى 1420 من الهجرة. وفي أثناء ذلك تولى الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأمين عام لرابطة العالم الإسلامي، ومستشار بمرتبة وزير
في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. والآن نترككم مع ضيفنا الكريم ومعالي الشيخ ليتحفنا بما لديه في هذه المحاضرة القيمة، فحياه الله وبياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني في غاية السرور والسعادة إذ أحضر في هذا اليوم لألتقي بالإخوة في جامعة شقراء، وأشكر معالي مديرها الدكتور عوض الأسمري الذي دعاني للمشاركة والالتقاء بهم، وأشكر الأخ محمد المشرافي الذي تابع هذه الدعوة، كما يسرني أن أشكر الأخ الفاضل عادل بواردي محافظ شقراء على مشاعره الطيبة وعلى جهوده في هذه المحافظة المباركة. ونتطلع إن شاء الله إلى مزيد من الجهود والتقدم في هذه المحافظة، وأن يبذل كل مسؤول سواء كان في الجامعة أم في غيرها جهده للإسهام في النهضة. مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصر به دينه، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، حريص كل الحرص على كل المناطق والمحافظات في هذه البلاد المباركة. ونحن نشهد والحمد لله التطور المتميز، وأي إنسان يتذكر الماضي وينظر الحاضر يجد تميز هذه البلاد في مجالات كثيرة. رسالة الجامعات في المجتمع واضحة كل وضوح، هي تؤهل الطلاب، تخدم المجتمع، تسهم في مجالات البحث العلمي وفي العديد من المجالات، والإمكانات التي أتيحت لهذه الجامعات إمكانات والحمد لله متميزة. وإذا تذكرنا نشأة التعليم الجامعي في المملكة نجد أنه محدود، بدأ بكلية الشريعة في مكة المكرمة في عام 1369، ثم كلية الشريعة في الرياض في عام 1373، ثم كلية اللغة العربية، ثم بدأت جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى، وتحولت الكليات والمعاهد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الآن والحمد لله انتشرت الجامعات في مختلف مناطق المملكة، ونجد أن العديد من هذه الجامعات لها بعثات من الطلاب في الدول المتقدمة في العالم، وهؤلاء إذا رجعوا إلى بلادهم سيسهمون في نهضتها وفي تقدمها. نعم، تستفيد الجامعات من الخبرات والقدرات غير السعودية، لأن الجامعة في أي مكان هي مجال للبحث وللعلم، والعلم لكل البشر، وبخاصة فيما يتعلق بالجامعات في البلاد العربية والإسلامية، لأن العرب والمسلمين رسالتهم واحدة وهم أمة واحدة. نشكر لهذه الجامعة جهدها، ونشكر لوزارة التعليم اهتمامها بالجامعات
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أما موضوع هذا اللقاء فهو خصوصيات المملكة، واختياره من هذه الجامعة المباركة هي التي اختارت هذا العنوان أو هذا الموضوع. ماذا تعني خصوصيات المملكة؟ لا شك أن خصوصيات المملكة تعني الأشياء التي تنفرد بها وفيها المملكة عن غيرها، هذا معنى الخصوصيات. وكل أمة وكل مجتمع وكل دولة إذا لم تكن خصوصيات الدولة وخصوصيات المجتمع واضحة كل الوضوح في أبنائها لا يمكن أن يكون لها شأن ولا يمكن أن تتقدم. ولذلك لا بد أن تكون هذه الخصوصيات واضحة كل الوضوح في أذهاننا جميعاً، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً. الخصوصيات التي تتميز بها المملكة لا بد من التركيز عليها في مجال التعليم، في المجال الأسري، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي. ولا قيمة لإنسان لا يهتم بوطنه ولا يهتم بالدولة التي يعيش تحت ظلها. ولذلك لا بد أن يركز رجال الإعلام ورجال الثقافة والأسر والجامعات على طلابها في أبحاثها في دراساتها، لا بد من التركيز على خصوصيات المملكة. والجامعات كما قلت لها رسالة كبيرة في هذا المجال، لأن الجامعات هي التي تؤهل رجال المستقبل، الجامعات هي التي تخدم المجتمع بأبحاثها ودراساتها وإسهامها في حل المشكلات. يعني معروف أن الجامعة لها ثلاث مهمات: تأهيل الطلاب، خدمة المجتمع، مجال البحث العلمي. وما والبحث العلمي إنساني عالمي لا يقتصر على جهة دون أخرى، لكن الأصل أن تركز الجامعة ومراكز الأبحاث على المشكلات التي يواجهها المجتمع الذي تعيش فيه. لا ينبغي أن تكون الدراسات نظرية والأبحاث نظرية، بمعنى أن هذه الجامعة وهذا الأستاذ يتحدث عن مشكلات وقضايا في مجتمع آخر بعيد عن مجتمعنا، لا قيمة له. قد تكون له أهمية في 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 مجال دراسات وأبحاث أخرى. ولذلك حتى الدراسات العليا تكون نظرية إذا لم تكن مرتبطة بالواقع، في المجال الشرعي، في المجال العربي، في المجال التاريخي، في المجال الاجتماعي، حتى في المجال التطبيقي. إذا أراد الإنسان أن يبحث في قضايا طبية أو أي مجال علمي، نعم هناك أمور أساسية في العالم أجمع في هذا العلم، لكن لا بد أن ينظر إلى مجتمعه ويركز على الأولويات التي يهتم بها ويعاني منها هذا المجتمع. طبعاً خصوصيات المملكة كثيرة. هناك خصوصيات مكانية، وهناك خصوصيات زمانية، وهناك خصوصيات واقعية. الخصوصيات المكانية كون الحرمين الشريفين في هذه البلاد، ولا يوجد في العالم لهما مثيل. هذه خاصة أو خصوصية للمملكة لا توجد في أي دولة من دول العالم. من خصوصيات المملكة أنها منطلق الإسلام، والمسلمون اليوم معروف أعدادهم الكبيرة في العالم وفي المجتمعات كلها. انطلق الإسلام من هذه البلاد، نزل الإسلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة في هذه البلاد،
اختار الله سبحانه وتعالى خاتم الرسل وأفضل الرسل من أبناء هذه البلاد. هذه خصوصية لا توجد لأي دولة أو مجتمع آخر، ولذلك نجد المسلمين أينما كانوا يرتبطون بهذه البلاد، بالمملكة العربية السعودية، لارتباطهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. من أركان الإسلام الحج، أحد الأركان الخمسة. الحج أين يكون؟ يكون إلى مكة المكرمة. أداء الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن شروطها الاتجاه إلى مكة المكرمة، ولذلك كل المسلمين يتجهون إلى هذه البلاد. هذه خصوصية مكانية لا توجد في أي دولة أخرى. أيضاً من خصوصياتها بالنسبة للعرب أن العرب انطلقوا من هذه البلاد وانتشروا خارج هذه البلاد الجزيرة العربية حينما حملوا رسالة الإسلام، تلقوا رسالة الإسلام من محمد عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة أولاً، ثم في المدينة، ثم حملوا هذه الرسالة وانتقلوا إلى العالم. والعرب الذين يعيشون في الدول العربية أو في غير الدول العربية أصولهم من هذه البلاد. من خصوصيات هذه البلاد اللغة العربية، لأنها هي لغة العرب، وهي اللغة التي اختار الله سبحانه وتعالى، اختارها لكتابه القرآن، والقرآن أكبر أو هو المعجزة لرسولنا عليه الصلاة والسلام ولرسالة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك حينما انتشر الإسلام في مختلف أنحاء العالم انتشرت اللغة العربية، وأصبح هناك اهتمام باللغة العربية، لأن لابد لكل مسلم أن يقرأ القرآن والقرآن باللغة العربية، لابد لكل مسلم من الاطلاع على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي باللغة العربية. التراث الإسلامي أيضا باللغة العربية. جاء أناس من أصول غير عربية مثل السيبويه وغير السيبويه من المشرق ومن المغرب، من أصول غير عربية، وخدموا اللغة العربية خدمة متميزة، لأن الإسلام انطلق بهذه اللغة، بالقرآن الكريم وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خلال الرجال الذين حملوا هذه الرسالة ونقلوها إلى العالم. هذه خصوصيات مكانية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. ولذلك لا بد أن يدرك الشباب وطلاب الجامعات وغيرهم كما قلت، لكن طلاب الجامعات في الدرجة الأولى، لا بد أن يدركوا هذه الخصوصية، ويدركوا أن خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين من أهم خصوصيات المملكة ومن أولوياتها. ولذلك الملك عبد العزيز رحمه الله، وقبله أيضا الأئمة في الدولة السعودية الأولى والثانية، كانوا يركزون على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين، وكذلك أبناء الملك عبد العزيز رحمه الله الجميع، كذلك الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، والمسؤولين في هذه الدولة المباركة يركزون على خدمة الحرمين الشريفين، لأنها خدمة للإسلام وللمسلمين. هذه الخصوصية لا تجدها في أي مكان من الأمكنة. ولذلك حينما يخرج السعودي لأي دولة ولأي مجتمع ينظر إليه بأنه يمثل بلاد الحرمين الشريفين، ويمثل الإسلام والمسلمين،
ويمثل العرب في أصالتهم وقيمهم. أما أن يكون بعيداً عن هذا الاهتمام فلا شك أنه لم يخدم لا دينه ولا وطنه ولا أمته، ولذلك لا بد أن يركز على هذا الأمر في أذهان الناشئة، وأن يدرك كل منا في هذا الوطن أن قيمتنا مرتبطة بديننا، مرتبطة بتاريخنا، مرتبطة بولاة أمرنا، مرتبطة بالحرمين الشريفين، مرتبطة بخدمة الإسلام والمسلمين، وهذا لا شك أنه ميزة وخصوصية متميزة. أنتقل باختصار للخصوصيات الزمانية. الخصوصيات الزمانية من أولها أن المملكة العربية السعودية في العصر الحديث هي الدولة الوحيدة التي نشأت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو مجدد ومصلح لم يأتي بشيء جديد، لكنه ركز في دعوته وفي اهتمامه على أن يعود المسلمون إلى دينهم الصحيح، وأدرك رحمه الله أهمية ولاة الأمر وأهمية الجانب التنفيذي فيما يتعلق بتطبيق الشريعة والاهتمام بهذا الدين، ولذلك كان في تنقله سواء كان في حريملة أو في العيينة أو في حتى تنقله في المناطق التي سافر لها في داخل المملكة وخارج المملكة يركز على هذا الأمر، ويبحث عن شخصية قادرة على تحمل عبء ومسؤولية العمل بالإسلام وتطبيق الإسلام والدعوة إليه. ومن هنا أمام المشكلات التي واجهتها انتقل إلى الدرعية، فوجد الإمام محمد بن سعود رحمه الله استقبله واهتم بهذه الدعوة وتحمل هذه المسؤولية، وأصبح هذا صفة من صفات المملكة العربية السعودية، وهي أنها نشأت على الكتاب والسنة، وجعلت الشريعة الإسلامية هي المنطلق في أعمالها جميعا. الارتباط بين الدين والدولة قيادة وشعبا، هذا الأمر أيضا من خصوصيات المملكة. يعني حينما تذهب، ولا نريد أن نتكلم عن دول بأسمائها، في الدول العربية والإسلامية نجد أن هناك انقسام بين العلماء وبين المسؤولين في تلك الدول، ونجد أن هناك انشقاق حتى في الشعوب، ونجد هناك أحزاب وطوائف، ونجد هناك خلافات. بينما ترجع للمملكة وتنظر إليها تجد هناك ارتباط وثيق بين العلماء وطلاب العلم وولاة الأمر، تجد هناك التفاف من الشعب حول ولاة الأمر وقيادته، لأن الشعب شعب مسلم. الملك عبد العزيز رحمه الله وحد أبناء هذه المملكة على الكتاب والسنة، فهذا الشعب المسلم يهمه أن ينطلق في عمله من الإسلام، وأن ينظر إلى المسؤولين بأنهم لهم اهتمام أساسي بهذا الدين، سواء كانوا المسؤولين في السلطة السياسية، في ولاة الأمر، في الجهات المسؤولية التنفيذية، أو كانوا من أهل العلم وطلاب العلم الذين يهمهم نشر العلم وبيان حقيقته. هذا الأمر يعتبر في غاية الأهمية، ارتباط الدين بالدولة، وأن تقوم الدولة على الدين. والحمد لله أن أبناء المملكة كلهم مسلمون، ليس فيها ديانات غير دين الإسلام، وهذه نعمة من نعم الله العظيمة.
النظام الأساسي للحكم، ولا شك أن الإخوة جميعا يدركون هذا، لأن النظام الأساسي معروف وواضح للجميع، ينص على أن دستور المملكة الكتاب والسنة، هذا نص قطعي صريح، ويركز في كل أبوابه وفصوله ومواده على خدمة العقيدة، على خدمة الإسلام، على خدمة المسلمين، على تحكيم الشريعة. وفي المادة السادسة، لا بد أن الإخوة اطلعوا عليه وقرأوه، في المادة السادسة نص أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهما الحاكمان على نظام الحكم وجميع أنظمة الدولة. هذا نص المادة، بمعنى أن الكتاب والسنة هما الحاكمان، والمقصود بذلك النصوص القطعية الواضحة. أما مجال الاجتهاد والخلاف في القضايا الفرعية فأمره سهل، لكن النصوص القطعية لا أحد من المسلمين يعارض فيها. ومن هنا لا بد أن تكون هذه الخصوصية واضحة. هل فيه دولة الآن من الدول العربية أو الإسلامية في دساتيرها وأنظمتها هذه النصوص؟ لا تجدها إطلاقاً، بل حتى بعض الدول العربية والإسلامية التي حاولت أن تقنن الشريعة كما يقال، والشريعة ليست في حاجة إلى تقنين، الشريعة واضحة، لكن يريدون أن يقننوا الشريعة ليأخذ يضعوها في دساتيرهم أو قوانينهم. مع الأسف لم تصل إلى نتائج، وبقيت المحاولات مثل ما يقال دراسات على الرفوف دون أن يعمل بها ودون أن تطبق. قد تكون هناك اهتمامات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. طبعا الإسلام، من المسلم؟ المسلم هو الذي يطيع ربه ويعمل بكل ما أمر الله به، وليس مقتصر على مسألة الأحوال الشخصية في شأن العقائد، فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالتعامل مع المسلمين وغير المسلمين. الشريعة يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل قضية يواجهها الإنسان للشريعة فيها حكم، إما نص واضح صريح، أو عن طريق القياس، أو عن طريق الأدلة العامة، أو عن طريق المصلحة العامة. طبعاً ما يتعلق بالأسس والأصول التي تحافظ عليها، التي حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ النفس، هذه أمور قطعية. هل في الشريعة جواز للظلم أو الاعتداء على الآخرين؟ محرم حرمة قطعية. الكذب هل الشريعة تجيزه؟ محرم حرمة قطعية. الصدق واجب قطعي. الخمور وما يسكر محرمة حرمة قطعية. فالقضايا القطعية والنصوص الصريحة فيها يجب على المسلم أن يلتزم بها ويطبقها. ولذلك نجد أن حتى الأنظمة التي تصدر في المملكة، الأنظمة التفصيلية أو الجزئية، ينص فيها على ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ومن فضل الله علينا في المملكة أن أي نظام قبل أن يصدر ينظر فيه ويدرس من قبل لجان متخصصة، حتى لا يكون هناك مخالفة لشرع الله. السياسات العليا في المملكة، خذ مثلا السياسة العليا للتعليم، السياسة العليا للإعلام، السياسات الأخرى العامة، يجد الإنسان أن الأولوية فيها مرتبطة أو تتعلق بالجانب الديني، لأن هذا الدين هو الذي يؤمن به هذا الشعب، وتؤمن به قيادته الكريمة، وتحرص كل الحرص هذه القيادة على تطبيق شرع الله. هذه يعني من القضايا التي نعتبرها خصوصيات زمانية، لأن المملكة
وكما قال الأستاذ مدير الجامعة في كلمته، نشأت على هذا الأمر، وهي الدولة الوحيدة نعم في التاريخ الإسلامي عهد الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية العباسية، الدول الإسلامية القديمة كانت ملتزمة وتتقيد بالشريعة الإسلامية وفي قضائها وفي أحكامها، لكن حينما ضعف الشأن الإسلامي وبخاصة الثقافات الأجنبية وانتشر الاستعمار في العديد من الدول العربية والإسلامية، معظم تلك الدول أصبحت تطبق قوانين غير شرعية وغير إسلامية، بينما المملكة منذ أن نشأت وإلى الآن وستستمر بإذن الله فيها هذه الخصوصية، يعني تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بها. المحاكم في الدول العربية والإسلامية الأخرى، دع عنك العالم الآخر الذي لا يؤمن بهذا الدين، لكن هم هنا الشعوب والمجتمعات التي تؤمن بالإسلام، المحاكم معظمها تسير على أنظمة غير إسلامية ترجمت ونقلت من دول أخرى، وبالتالي لا تطبق الشريعة، بينما نحن المحاكم الحمد لله لا بد أن يؤهل القاضي تأهيل شرعي، وهناك محاكم استئناف، هناك لجان تنظر، هناك لجان تدرس، كلها ممن درس الشريعة. نعم تراعى الأنظمة، ينظر في أحوال الناس، ينظر في الواقع، ينظر في المصلحة، قد يتغير الاجتهاد من وقت إلى آخر، وهذا في القضايا الفرعية، لكن أصول الدين وأسس الدين لا يمكن أن تتغير. هذا فيما يتعلق بخصوصيات المملكة في الواقع، تطبيق الشريعة، الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، وهذا من أعظم نعم الله. ما سببه؟ السبب الأساس التقيد بأحكام الشريعة، ولا تجد إنسان يعتدي على آخر قتل أو ضرب أو إساءة أو ظلم، لا تجده إلا ولديه ضعف في الجانب الديني، أما إذا كان لديه خوف من الله فلا يمكن أن تحصل هذه المشكلات. ولذلك وازن بين المملكة في العصر في بعد نشأتها وبين البلاد، وبين هذه البلاد قبل نشأة المملكة، كانت الفتن وكان النزاع وكان الناس الحجاج حينما يأتون من مناطق، من أي دولة من الدول العالم الإسلامي، لا بد أن يبحثوا عن فريق يحميهم حتى يذهبوا إلى مكة، من القبائل أو من أي جهة، لأن البلاد ليس فيها أمن ولا استقرار. الملك عبد العزيز رحمه الله أعطى أولوية للأمن للاستقرار، وأصبح ولله الحمد المملكة كلها تعيش هذا الأمن وهذا الاستقرار الذي ترتاح النفوس فيه. إذا لم يكن هناك أمن واستقرار، هل يكون هناك تقدم في الاقتصاد؟ لا يكون. هل يكون هناك تقدم في العلم؟ لا يكون تقدم في العلم، لأن الناس خايفين على أنفسهم، خايفين على أموالهم، خايفين على أعراضهم. أسأل الله العافية، ما حصل من فتن في سوريا أو ما حصل في اليمن أو ما حصل سابقا في العراق أدت إلى هجرة الناس والخروج من تلك الديار إلى ديار أخرى، يبحثون عن الأمن وعن الاستقرار. ومن هنا هذه الخصوصية لا بد أن تكون واضحة في ذهن كل مواطن سعودي وكل مقيم من غير السعوديين في هذه البلاد. وكما يقال، هذه الخصوصيات خط أحمر لا يجوز أن يتجاوزها أحد. فتطبيق الشريعة، مسألة الأمن والاستقرار، العناية بالعلم الشرعي، هذا أيضا لا يجده الإنسان في كثير من الدول العربية والإسلامية، قد يكون موجود في بعض الجامعات الإسلامية كجامعة الأزهر أو الجامعات الإسلامية الأخرى، لكن أيضا معظم نظري، حينما تخرج للشارع وللعمل لا يطبق، بينما لدينا تجد طالب العلوم الشرعية إذا تخرج من مجاله العلمي
انتقل إلى الميدان العملي، سواء كان مدرس، قاضي، يشتغل في الدعوة، يشتغل في الإفتاء، يشتغل في المجالات الكثيرة المتعددة. هذه أيضا خصوصية واقعية تعيشها المملكة، وهي ضعيفة أو معدومة في العديد من الدول الإسلامية. مما يتعلق بهذا وقد أشرت إليه ما يتعلق بالتفاف الشعب حول قيادته، نجد هناك كما قلت في كثير من دول العالم العربي والإسلامي انفصال وانفصام بين الشعوب وقادتها، بينما والحمد لله لدينا الأمر يختلف تماما، بدءا من ولي الأمر من خادم الحرمين الشريفين بابه مفتوح لكل الناس، الأمراء أمراء المناطق والمحافظين وغيرهم على صلة مفتوحة مع الناس، ليس هناك فوارق بين كبير وصغير، فالشعب ملتف حول المسؤولين وبالذات القيادة الأساسية، لأن هذا يؤكد تأكيدا أساسيا ما يتعلق بارتباط الدين بالدولة والدولة بالدين والمجتمع بقادته وبالمسؤولين فيه باعتبارهم أمة واحدة. هذه أيضا من خصائص المملكة العربية السعودية. إذا جاء الإنسان لأي مسؤول كبير أو صغير وتكلم معه بكلام لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، وواجهه هذا الشخص العادي من الشعب بكلام فيه حق، تجده يتراجع ويدرك أنه مخطئ وأن الحق يجب أن يسار عليه كذا. ونحن نذكر في حالات كثيرة في الملوك والأمراء والمسؤولين، إذا جاء أي إنسان يراجع أحدا منهم وتكلم بكلام حق يستمع إليه ويترك له الفرصة ويأخذ بقوله إذا اتضح أنه صاحب حق، وإذا اتضح أنه غير صاحب حق أو مخطئ رد عليه بلطف وصحح الأسلوب الذي يسير عليه، ليس هناك عنف من قبل المسؤولين. هذه أيضا خاصية يندر أن تجدها في كثير من دول العالم العربي والإسلامي. طبعا يرتبط أيضا بهذا أن المجتمع يعتبر أسرة واحدة. نعم كل إنسان يهتم بوطنه الذي نشأ فيه وولد فيه، ويهتم بقبيلته التي ينتمي إليها، يهتم بأسرته ولا إشكال في ذلك، لكن هل يعني هذا أن يؤثر هذا على 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 اجتماع الكلمة بالنسبة للمجتمع كله؟ لا يجوز إطلاقا. ولذلك حتى في القرآن إن جعلناكم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأصل إن الإنسان لا يرتبط بأسرته أو بقبيلته أو بالبلد الذي نشأ فيه فيما يؤثر على دينه أو يسيء إلى المجتمع الذي يرتبط فيه. فطبعا ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، كون الإنسان إذا كان لديه إمكانات لديه غنى ينفق على الضعفاء على الفقراء على المحتاجين. وجدت لدينا والحمد لله الجمعيات الخيرية الكثيرة، وأصبح الناس يقدمون لكل محتاج. هذه أيضا من أهم المزايا وخصوصيات مجتمع المملكة العربية السعودية. الاهتمام بالشأن الإسلامي في كل مكان، هذه أيضا خصوصية لا تجدها على وضعها وكيفيتها كما هي في المملكة. أنا كان لي صلة قديمة بالمراكز والجمعيات الإسلامية في خارج المملكة منذ أن كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم في الوزارة، ثم في الرابطة. معظم إن لم يكن كل بلاد الأقليات المسلمة في أوروبا، في أمريكا، في الشمالية الجنوبية، في آسيا، في أفريقيا، يجد الإنسان أن المراكز وأن المساجد
معظمها بني من قبل المملكة، سواء على المستوى الرسمي من قبل الدولة أو من قبل الأمراء أو من قبل التجار وأهل الخير، ولكن مصدرها من هذه البلاد. كذلك الطلاب الذين درسوا، طلاب المنح الذين درسوا في جامعات المملكة، وبخاصة في الجامعة الإسلامية وجامعة في المدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى، لاهتمامها بطلاب هذه الجامعات بطلاب المنح وبالدراسات العربية والإسلامية، نجد أن لهم في مجتمعاتهم تأثيراً كبيراً في توجيه أبناء تلك المجتمعات. نعم، كان للأزهر في وقت من الأوقات نشاط وخاصة في أفريقيا، ولكن في العصر الحديث أو العصر الحاضر لا نجد مثيلاً للمملكة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي في الاهتمام بالشأن الإسلامي. في داخل المملكة الهيئات والمنظمات الإسلامية الكبيرة كلها في المملكة وتجد الرعاية والدعم من المملكة، منظمة التعاون الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، البنك الإسلامي، وبنوك وهيئات كثيرة كلها تخدم الإسلام والمسلمين في مجتمعاتهم. طبعا هذه أيضا ترتبط بخصوصيات المملكة. خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما هذا واضح للناس جميعا، أي ما يقدم للحجاج وما يقدم للمعتمرين وما يقدم للزوار من تيسيرات وتسهيلات، سواء فيما يتعلق بالخدمات العامة والطرق المواصلات، ما يتطلبه الإنسان الحاج في مجيئه، بل حتى وكل هذا لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. نحن نشاهد في أثناء الحج رجال الأمن يبذلون جهوداً عنيفة ويتعبون أنفسهم، ليس لأنهم موظفون، لكن لأن هذا واجب شرعي وواجب ديني يخدم فيه الإنسان دينه ويخدم فيه وطنه ويخدم فيه أمته. بينما في كثير من المجتمعات إذا كان فيه أي خدمة يبحث فيها عن المبالغ المالية والضرائب والتكاليف وما إلى ذلك، بينما الحاج والمعتمر يجد يأتي ويجد الوسائل ميسرة والسبل ميسرة، والتعامل معه التعامل باعتباره أخ ومسلم، وبالتالي يجد مجتمع يختلف تماماً عن المجتمعات الأخرى. أهمية تعميق هذه الخصوصيات في الناشئة تكلمت عليه، وبخاصة ما يتعلق بحب الوطن، ما يتعلق بالولاء لولاة الأمر، والولاء جانب شرعي ليس مجرد مصلحي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا كان هناك خلاف في مسائل فرعية فينظر لما ورد في القرآن والسنة والرأي الصحيح، ويقوم بهذا أهل العلم الذين لديهم تخصص في هذا المجال. لكن طاعة ولاة الأمر فيما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الواجبات الشرعية، ولذلك لا بد أن يكون واضحاً في أذهان الناشئة. فحب الوطن والولاء لولاة الأمر، التركيز على ذلك في المناهج الدراسية والأبحاث والجانب الثقافي وما يتعلق أيضاً بالجامعات بوجه خاص. نحن الآن في جامعة متميزة، يفترض وهذا إن شاء الله موجود في المسؤولين فيها في أساتذتها، حتى الأساتذة من غير السعوديين إذا جاء الأستاذ إلى بلد ينبغي أن يتعرف على نظامه، على خصوصياته، على مزاياه، على الأشياء التي ينبغي أن يركز فيها.
وبالتالي لا تكون كما قلت الأبحاث مجرد أبحاث نظرية وبعيدة عن الواقع، لا بد من التركيز على هذه القضايا حتى يستمر، وسيستمر إن شاء الله ما لدينا من أمن واستقرار. في نقطة وسأجعلها الأخيرة لكنها في غاية الأهمية، وهي ما يتعلق باستهداف المملكة والجهات المعادية للإسلام والمعادية للمملكة. لا بد أن ندرك نحن السعوديين، والحمد لله لدينا إدراك، لكن لا بد أن نهتم به، أننا مستهدفون من أعداء الإسلام الصحيح. ولا أزال أنا أذكر في 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 ذهني في مناسبات كثيرة سمو الأمير نايف رحمه الله، نايف بن عبد العزيز، في عدة مناسبات إذا جاء أو كان الحديث حول بعض النقد للمملكة من قبل جهات خارجية، يقول لنا هؤلاء لا يستهدفون قادة المملكة أو المملكة لذات المملكة، لكنهم يستهدفون منهج المملكة الصحيح وهو الإسلام الصحيح، فهم أعداء للإسلام الصحيح لأن المملكة تسير عليه. ما تقوم به إيران الآن والأحزاب التابعة لها، وما يحصل من فتن ومشاكل في كما قلت في سوريا، في العراق، في اليمن، في أماكن كثيرة، مع الأسف الاستهداف فيه هو للإسلام الصحيح، وأعداء المسلمين حتى ممن ينتمي للإسلام وهو على منهج غير صحيح أو من غير المسلمين، يهمهم إثارة الفتن والنزاع بين المسلمين. وإذا رأوا مثل المملكة أو بعض دول الخليج أو بعض الدول العربية والإسلامية تريد أن تجتمع وتوحد كلمتها وتواجه المشكلات التي تواجهها، أثاروا الفتن والمشكلات. ومن هنا ينبغي أن نركز على هذا الأمر، وأن أمن المملكة وشباب المملكة ومستقبل المملكة مستهدف لأنها تسير على المنهج الصحيح، وبإذن الله لن يكون هذا الأمر. ومن هنا الأساتذة والباحثون ينبغي أن يركزوا على هذا الأمر في مواجهة الطائفية، في مواجهة الحزبية، في مواجهة النزاع، في مواجهة الخلاف. هذا الأمر لا بد من التركيز عليه، لأن كما قلت سارت عليه المملكة وسار عليه قادتها، وبالتالي لا بد من أن يكون واضحا في أذهان الناشئة حتى يواجه الإعلام الخارجي، وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي الآن، الجوالات وغير الجوالات، يجد الإنسان أي برنامج في إساءة ونقد لشخصية كبيرة في المملكة، لمن طريقة المملكة، لعمل المملكة. لا بد أن نحصن الناشئة ليروا ويدركوا أن هذا العمل هو استهداف لمنهج المملكة الصحيح، ويقوموا بواجبهم في مواجهة الآخرين. في عهد الملك خالد رحمه الله، وكذلك في عهد الملك فهد، كنت أكلف في أثناء الصيف بزيارة الطلاب السعوديين المبتعثين في أوروبا وفي أمريكا، وأقوم بجولات عليهم، وجدت والحمد لله تميز الطلاب السعوديين في بعثاتهم، في أنديتهم، في تواصلهم مع سفارات المملكة، في مواجهتهم أيضا لخصوم المملكة وهم في خارج المملكة، لأن السعودي يحمل رسالة الإسلام أينما كان. هذا ناشئ من تحصين الشباب، من تثقيفهم، وليس المهم أن يتخرج ليكون طبيب متميز أو اقتصادي متميز أو سياسي متميز أو في القانون أو في كذا. نعم، نحن في حاجة لهذه الأمور، لكن كلنا يجب علينا أن نركز على خصوصياتنا، على بلادنا، على وطننا. لا بد أن نركز على أهمية الالتفاف حول القيادة الكريمة حتى تكون الكلمة واحدة. وفي ختام هذه الكلمة أو هذه الكلمات السريعة، أكرر شكري لهذه الجامعة المباركة،
وأكرر شكري لمحافظ شقراء الذي حضر معنا وأبدى مشاعر طيبة وله جهود متميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يوفق قادتنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق. ما دامت هذه البلاد وقادتها وشعبها يسيرون على المنهج الصحيح الذي نشأت عليه وقامت عليه، فبإذن الله كل التحديات والمشكلات سيواجهونها. ونحن نذكر قضايا سابقة، أيام جمال عبد الناصر ماذا عمل وأساء المملكة، مع ذلك الحمد لله الملك فيصل رحمه الله والمسؤولين وقفوا في وجهه عن طريق حتى التضامن الإسلامي وجمع المسلمين، واجتمعوا مع المملكة. ولا تزال يعني هذه المشكلات التي تحصل في إرسال الصواريخ، أو ما حصل أخيراً في خريص أو في الأماكن الأخرى، هذه إساءات ليست للمملكة فقط، هذه حتى إساءة إنسانية وعالمية، وبإذن الله لن تصل إلى نتائج. نحن على كلمة الحق، والناس من المسلمين وغير المسلمين لديهم موضوعية يدركون ما تسير عليه المملكة ومنهج المملكة، وأنها تخدم الإسلام وتخدم المسلمين. حتى في أثناء الأزمات والمشكلات والكوارث نجد مساهة المملكة مساهمة متميزة في الإغاثة. الآن إغاثة اليمنيين أو السوريين أو غيرهم من اللاجئين في كل مكان، لو عمل الإنسان إحصائية لما تقدمه المملكة حتى وإن كان لغير المسلمين، يجد أنها متميزة عن غيرها من الدول العربية ودول العالم. وبالتالي فالمنهج الذي تسير عليه المملكة بإذن الله سيستمر، وولاة أمرنا حريصون كل الحرص على هذا الأمر. جهود الملك حفظه الله الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجهود المسؤولين في مختلف الأجهزة، كلها تركز على خدمة الإسلام والمسلمين والأمن والاستقرار، مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف. ما يحصل الآن في بعض الدول من الإرهاب والتطرف، ما سببه؟ سببه أن تلك المجتمعات غير مستقرة، غير آمنة، عدم الاهتمام بتركيز الشعب على الأمن والاستقرار والاعتدال، على الدين الوسط الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك منهجنا في هذه البلاد هو السبب الوحيد في أمننا واستقرارنا، وما تقدمه مملكتنا للعالم أجمع. وهذه الخصوصيات ستبقى بإذن الله مستمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق. وأترك الفرصة لأي أخ يريد أن يقدم سؤال أو تعليق نسعد به، لأن أحيانا الأسئلة هي التي تكشف عن حاجة الشباب أو حاجة الناس في هذا الأمر. شكر الله لمعاليكم هذه المحاضرة القيمة، ونفعنا الله بها، وجعل الله في ميزان حسناتكم. ولدينا معالي الشيخ بعض الأسئلة نعرض على معاليكم ما تيسر منها. هذا سائل يسأل يقول: ما أبرز الخصوصيات العقدية للمملكة العربية السعودية؟ طبعاً المملكة هي قامت على الدين الصحيح. ما هو الدين الصحيح؟ الدين الصحيح هو ما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفق فهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة بدايةً، لأن القرآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام ونقله للصحابة وشرحه لهم وعمل به وطبقه. فإذا هذا معنى السلفية. الذين يتهمون السلفية بأنها منهج أو مذهب جديد خاطئون. السلفية هم أتباع السلف،
وحتى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس بمعصوم، هو وغيره من العلماء ليسوا بمعصومين. العصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله، وقد تقع حصلت أخطاء حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لكن إجماع المسلمين على أساس الإسلام وأصول الإسلام الصحيح هو الذي حفظ هذا الدين ونقله من جيل إلى جيل. طبعاً المملكة خصوصيتها الاهتمام بالجانب العقدي والجانب التطبيقي، لأن العقيدة وأساسها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو الذي ركز عليه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كانت بلاد نجد سابقاً كغيرها من البلاد، أو قد تكون أسوأ من غيرها، حينما قامت هذه الدعوة المباركة ركز فيها على إفراد الله بالعبادة، الابتعاد عن البدع، عن الخرافات، عن الأشياء التي لم يرد فيها نص، وربط الناس بالكتاب والسنة. هذا هو الذي ينبغي أن يحافظ الناس عليه. إذا اطلع الإنسان على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نجد أنه يركز على هذا الأمر، ويضع العناوين لكل باب بآية من كتاب الله أو نص من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ الشرح، بمعنى أن يرتبط المسلم بربه، وأن لا يدعو إلا الله، وأن لا يعبد إلا الله، وأن يبتعد عن أي بدعة. أي عمل لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، وجيل الصحابة هم أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم يعملوا هذا الأمر وخاصة في جانب العقيدة والعبادات كيف يعمله الناس؟ لأن العبادة والعقيدة أمرها توقيفي. ما معنى توقيفي؟ لا بد فيها من النص، من الكتاب أو من السنة. ولا يأتي إنسان ويقول لماذا صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 وصلاة الفجر 2 ركعتين؟ هذا أمور توقيفية من الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة هي أن يرتبط الإنسان بخالقه، وأن يطيع ربه، وأن يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر إلى المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الذي رباهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فهمهم وعلمهم هذا الدين. هذا هو المطلوب في جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب المعاملات، لكن أهم شيء في الأساس هي العقيدة والعبادة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، نرى قلة إقبال الشباب على تعلم العلم الشرعي بحجة أن سوق العمل مكتفي من خريجي الأقسام الشرعية، فماذا توجهوننا حيال ذلك وفقكم الله؟ أولاً، الجوانب الشرعية الأساسية في حياة الإنسان لا ترتبط بمجال عمله. الطبيب والمهندس والاقتصادي والسياسي والقانوني وفي أي مجال عمل، ما دام مسلم لا بد أن يعرف الأحكام الشرعية الأساسية التي تهمه في حياته، في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله مع غيره. وإذا حصل لديه مشكلة لا بد أن يسأل طالب علم. الدراسات الشرعية الذي يدرسها لا ينبغي أن يركز على مجال العمل. إن كانت لديه رغبة وهواية في العلم الشرعي فيتجه إلى العلم الشرعي ويثابر عليه، والله سبحانه وتعالى سيفتح له الطرق، ولا يخشى على نفسه في مجال العمل. أما إذا كان هدفه فقط أن يأخذ شهادة ويلتحق بوظيفة فهذه مشكلة، يتحول العلم الشرعي كأنه أي تخصص آخر. فالمسلم في الأساس إن كان هدفه فقط الوظيفة يأخذ القضايا الأساسية والأصول في أحكام الدين ويدرسها،
سواء أخذها في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الثانوية في التعليم العام، أو درسها بأي طريقة، حتى لو على طريق على بعض طلاب العلم أو على أئمة المساجد، فلا إشكال في ذلك. ولذلك نجد مهندسين وأطباء وناس في تخصصات أخرى لديهم معرفة بالعلم الشرعي. وأذكر لما كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وضعنا دراسات عليا الماجستير لمرحلة 4 سنوات يدرسها الطالب قبل أن يأخذ البحث، ويلتحق بها أناس من المهندسين والأطباء، ولدينا اهتمام بهم كبير، لأنهم ينظرون للعلم الشرعي بأنه ليس خاص بفئة أو بعمل معين، لكنه لا بد أن يكون لدى الطالب معرفة بالجانب الشرعي. وما يتعلق بالوظائف، الوظائف الحمد لله موجودة متاحة، يعني الآن اللي يتخرج من كليات الشريعة أو أقسام الشريعة يجد وظيفة في التدريس، يجد وظيفة أحياناً في القضاء، أحياناً في الإفتاء، ربما يلتحق حتى بدراسات عليا في تخصص آخر غير شرعي، بمعنى يجمع بين الشريعة والقانون أو الأنظمة، أو يدرس دراسات اجتماعية أو يدرس دراسات تربوية. وكم من الطلاب لدينا، أنا أذكر في جامعة الإمام، تخرجوا من كليات الشريعة وأصول الدين وابتعثناهم في تخصصات أخرى للخارج، إما في التربية وإلا في علم الاجتماع وإلا في علم النفس وإلا في علوم أخرى، وإن كان أساسه دراسات شرعية وعربية، لكن هذا يؤثر على مستقبله في تخصصه، بمعنى إذا جاء في علم النفس ركز أيضا على الجانب الشرعي، لأن الشريعة تهتم بعلم النفس، تهتم الشريعة بجانب القانون، تهتم الشريعة بقضايا علم الاجتماع في الجانب التربوي، فيجمع بين الدراسات الحديثة ودراساته الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: أليس من الضرورة بمكان وزمان أن يكون للتعليم في المملكة العربية السعودية ريادة قيادة التعليم في مجال تعلم تعاليم الإسلام وتعلم اللغة العربية لتكون دولة الابتعاث الأولى في هذا المجال وتكون في كل الجامعات؟ والاهتمام بالعلم الشرعي واللغة العربية أنا أشرت إليه بأنه من خصوصيات المملكة، وفي المملكة تميز والحمد لله في هذا المجال. لا تجد في مناهج التعليم العامة في الدول العربية والإسلامية الأخرى في الجانب الشرعي والعربي كما تجده في التعليم العام لدينا. في المرحلة الابتدائية هناك اهتمام بالجانب الشرعي وباللغة العربية، في المرحلة التعليم الثانوي كذلك، الجامعات طبعاً باعتبار التخصص، لكني أنا أذكر سابقاً لما كنت في الجامعات إن هناك ما يتعلق بالثقافة الإسلامية لابد أن تكون في كل جامعة، هناك أقسام للدراسات الإسلامية في كل جامعة. الآن في جامعاتنا وعددها قد يتجاوز 30، كثير من الجامعات فيها كليات شريعة، فيها كليات دراسات إسلامية، فيها أقسام في هذا الأمر، فالاهتمام بالشريعة واللغة العربية ينبغي أن يكون له أولوية. نعم، نؤكد على أهمية الاهتمام بهذا الأمر والعناية به، والمسؤولون والحمد لله في سواء كانوا مسؤولين على مستوى ولاة الأمر والكبار أو حتى في مجال التعليم أو غيره يهتمون بهذا الأمر، لأن هذه البلاد هي بلاد العرب ومنطلق العربية، وهي بلاد الإسلام ومنطلق الإسلام، فلا بد أن تكون قدوة ورائدة للكل. من أعظم خصوصيات المملكة العربية السعودية أنها قبلة المسلمين وحامية حيمى الإسلام، وفي نفس الوقت أفرزت العولمة بأبعادها المختلفة تحولات في حياة المجتمعات، وخاصة اختلاط وتداخل الثقافات. كيف يرى معالي الدكتور دور الجامعات بين متطلبات التحديث والتطوير والتجديد وبين التوفيق والمحافظة على خصوصية المملكة العربية السعودية؟
وأنا أشرت إلى أن من منهج المملكة الثبات على الأسس والأصول والاستفادة من التجارب الأخرى في الحياة، وهذا كان من أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، مسألة الإعلام، التلفزيون، الإذاعة، وسائل التواصل، ما جد في كثير، هذه كلها استفادت المملكة من تجارب الآخرين ومن تقدمهم الحضاري في مجالات متخصصة لا تتعارض مع أسس الدين وأصول الدين. وبالتالي لا إشكال من الاستفادة من ما يجد في حياة الآخرين، لكن بشرط ألا يتعارض مع الدين وألا يؤثر على حياة الناس في المجال الديني. ولذلك ينبغي للجامعات أن تركز على هذا الأمر، يعني حينما يبتعث مثلاً طالب من جامعة إلى جامعة في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم الخارجي، سيذهب إلى مجتمع غير مسلم، سيذهب إلى قوانين وأنظمة تختلف عن الأنظمة والقوانين التي نشأ فيها، لا بد أن يكون لديه حصانة وثقافة تجعله يسير على دينه ويستفيد من تلك التجارب الأخرى في مجال الحياة. ولا يعني، يعني كثير من المتطرفين والإرهابيين يقفون منذ زمن طويل، ليس في الوقت الحاضر فقط، أمام أي تقدم أو استفادة من تجارب الآخرين، لكن العلم هو للبشر كلهم، يعني المجال الطبي، المجال الهندسي، المجال الاقتصادي، الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإعلام، في أي مجال من المجالات، لكن الأساس المهم ألا يتعارض مع أسس الدين وأصوله الصريحة الواضحة. ينبغي للجامعات أن تعتني بهذا الأمر، وكذلك وسائل الإعلام، وسائل الثقافة، والحمد لله لدينا اهتمام كبير بهذا الأمر. لعلنا نختم بهذا السؤال: كيف يمكن الرد والتعامل مع أولئك الذين ينسجون الكذب ويستغلون أي حدث يقع في البلد ويضخمون الأخطاء ويتناسون ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان واستقرار ولحمة؟ والحق هو الذي يبقى، والكذب والغش والتدريس لا قيمة له. كم ترى من قنوات الآن تتكلم كلام سيء، الناس العقلاء والناس الذين لديهم معلومات صحيحة لا يتأثرون بها. ولذلك نحن نركز على مسألة التحصين، الثقافة الصحيحة. إذا كانت المسألة في مجال حوار أو نقاش مع آخرين معارضين، إن كان الهدف بيان الحق والوصول إلى الحق، تستمر معهم وتناقشهم وتبين ما لديك من حق، وإن كان ليس الهدف ذلك ابتعد عنهم واتركهم. يهمنا كثيراً أن يكون لدى الإنسان قناعة بدينه، قناعة بوطنه وأهميته، قناعة بوجوب وضرورة اجتماع الكلمة والالتفاف حول ولاة الأمر والتعاون على ما يحقق الأمن والاستقرار. هذه أسس وأصول ثابتة. أما الناس الذين يبحثون عن السلبيات فهؤلاء لا قيمة لهم. وهل فيه مجتمع من مجتمعات البشر لم يكن فيه سلبيات؟ ليس هناك مجتمع، حتى مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام حدث فيه سرقات، وحدث فيه قتل، وحدث فيه زنا، وحدث فيه مشاكل كثيرة، ونزلت الأحكام الشرعية، يعني الأحكام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لمواجهة هذه الفتن. وبالتالي لا تجد مجتمع خالي من أي سلبية، لكن الناس ينبغي أن ينظروا للمنهج العام، لأكثرية المجتمع، لما تسير عليه الدولة بشكل عام. أما أن يحصل خطأ من فلان وفلان فهذا يعني لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات. وإذا كان الناس على ثقة وعلى اطمئنان وعلى يقين بمنهجهم الصحيح وبدولتهم وبقيادتهم وبأمنهم وبوطنهم، لا يؤثر عليهم هذا الأمر إطلاقا. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لمعالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر لحضورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.